العالمين الجديده. نروح للدكتور خالد عباس. اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد. طمنا النهارده جوله رئيس الوزراء انتهينا من قد ايه؟ ايه ملاحظات رئيس الوزراء في الجوله النهارده؟ حجم الانجاز اللي تم حتى الان في العالمين. يعني طبعا حضرتك بدأنا طبعا دي متابعه دوريه من دوره رئيس الوزراء على المشروعات الوزاره طبعا اهمها طبعا مدينه العالمين. وكالعاده طبعا استاذ رئيس الوزراء طبعا وجه بتكثيف العمل اكثر من كده، ان احنا يعني نزود المعدلات اكثر من كده. الحمد لله النهارده حضرتك يعني يمكن زي ما حضرتك ذكرت احنا عندنا الاستثمارات في العالمين ليها ثلاث محاور رئيسيه، المرافق وزي ما حضرتك ذكرت عندنا محطه تحليه انتهت بالكامل 150 الف متر مكعب جاهزه النهارده للمدينه بالكامل. في مرحله ثانيه عند الاحتياج ليها محطه المعالجه خلاص على وشك الانتهاء، عندنا محطه الكهرباء بقت النهارده موجوده بالمحاولات بتاعتها، وعملنا بعض التقويات لمحطات قائمه بالفعل في العالمين وعند مينا الحمراء عملنا ليها برضو زودنا فيها طاقات. طبعا الشبكات الداخليه طبعا كلها في المدينه كلها بالكامل. يعني ده بالنسبه فيما يخص المرافق. لو جينا جزء الاسكان حاليا طبعا الابراج النهارده وصلنا تقريبا اكثر من فوق 90% او اكثر من كده، وفي بعض الابراج تقريبا تكاد تكون انتهت الواجهات الزجاجيه كلها ليها بالكامل. كويس. وشغالين في مراحل التشطيبات الداخليه. يعني يمكن منظر الصوره عند حضرتك لو قارنت حضرتك بالعام الماضي هتلاقي حجم العمل مختلف، يعني مختلف تماما. وبالنسبه طبعا عندنا طبعا الداون تاون كنا السنه اللي فاتت انتهينا من المرحله الاولى كانت حوالي 1300 وحده، السنه دي يعني النهارده في تشطيبات المرحله الثانيه برضو حوالي 1300 وحده اخرين في الداون تاون. عندنا النهارده سكن مصر الحمد لله بقى جاهز فوق ال 4000 وحده سكنيه وتم الاعلان عنهم عن البيع. لو دخلنا حضرتك بقى في جزء اخر وبرضو عندنا كومباوند 700 فدان فيلات ووحدات سكنيه وتجاري برضو في مراحل التشطيبات النهائيه. عظيم. لو دخلنا طبعا المحور الثالث طبعا حضرتك عارف ما ينفعش كل الكلام ده كله من غير خدمات. نعم. اللي هي الجامعه والمحلات والمولات التجاريه والمدارس. نعم. كل الحاجات اللي هي بتخدم على الكلام ده كله. ان شاء الله حضرتك النهارده المول التجاري اللي تم انتهاء منه بالكامل وهيتفتح السنه دي هيبقى اكبر مول تجاري موجود في الساحل الشمالي وعلى البحر مباشره. نعم. عندنا يمكن فوق ال 30,000 متر. ده تابع الابراج يعني ولا منفصل عنهم؟ لا منفصل عن الابراج، هو قدام الابراج حضرتك على البحر مباشره ولكن يعني منفصل عنهم، فيهم بيفصل لهم طريق الكورنيش. نعم. ده حضرتك ان شاء الله هيتم افتتاحه يعني في العيد ان شاء الله وهيبقى شغال عشان الناس تقدر تروح بقى تقضي وقت يعني لطيف بالليل طول النهار. هيبقى في عدد من الشواطئ جاهزه انها تشتغل السنه دي بحيث برضو الناس تقدر تستفيد بشاطئ شاطئ العالمين. نعم. احنا طبعا حضرتك عارف كنا دي شواطئ بالمجان ولا بفلوس؟ بص حضرتك هي تكاد تكون بالمكان، هي بس مش اكتر من رسوم بسيطه يعني رسوم بسيطه عشان بس المحافظه على المكان حضرتك. نعم. والصيانه وتكلفه النظافه والحاجات دي كلها دي لاي حد الشواطئ مش كده؟ دي هتبقى مفتوحه في الفتره الحاليه حضرتك الاولويه في بعض الفتره تبقى مفتوحه لاي حد حضرتك مش يعني كويس بس هتبقى زي ما بقول حضرتك هتبقى بمقابل عشان بس المحافظه على الصيانه بتاعتها والنظافه والحاجات دي كلها وهيبقى فيها طبعا خدمات داخليه الخدمات هي تبقى جوه هتبقى فيها بفلوس يعني كويس. عندنا طبعا حضرتك يعني المدينه التراثيه دي فيها مسرح مفتوح ان شاء الله هيشتغل فيها حفلات هيبقى فيها حفلات برضه عشان الترفيه عن الساده المصطفين. في الجزء المدينه الترفيهيه ان شاء الله حضرتك هتبتدي مسرح الترفيه ان شاء الله برضه على العيد هتبتدي بعض الحفلات فيه عشان برضه يبقى الترفيه عن الساحل كله بالكامل. يعني حفلات هيبقى في عندنا طبعا فيها برضه منطقه السينمات وفيها دي النهارده حضرتك ان شاء الله يعني هتبقى جاهزه في مرحله التشطيبات الخارجيه ليها. فكل هذه الخدمات حضرتك دلوقتي بقت النهارده جاهزه مدينه العالمين دي المنطقه اللي فيها المسرح الروماني ولا حاجه ثانيه؟ فيها المسرح الروماني هذه فيها المسرح الروماني هو مسرح مفتوح وده اللي ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يعني هيتم يعني بدء الحفلات فيه عشان يبتدي الناس تبتدي يعني يستخدم ان شاء الله السنه دي عشان يبقى احد وسائل الترفيه الموجود في الساحل الشمالي.